حل مشكلة تطبيق أنا فودافون، أو حل مشكلة تهنيك تطبيق أنا فودافون، أو بالبلدي كده تناحي تطبيق أنا فودافون. يا أهلا بيك، أنا أحمد قطب وأنت بتشوف الفيديو على قناة أكاديمية المهندس. هتكلم في الفيديو القصير ده عن عدم استجابة تطبيق أنا فودافون. تشحن ما يظهرش الرصيد في التطبيق، تقوم بأي إجراء تلاقي تطبيق ما بيستجبش، تحاول تستعلم على رصيدك أو الفليكسات، أو تحاول تشحن كارت مفيش. انا بالنسبه لي ابقى لسه محول لنفسي رصيد مكالمات من فودافون كاش وادخل اعمل كارت مفيش استجابه. انا عامل قائمه بيضة احاول اعدل فيها، اضيف ارقام، اعزف ارقام، برضو مفيش استجابه. اقفل التطبيق وافتحه من تاني مفيش. اقفل التليفون وافتحه برضو مفيش. تكلم بقى خدمه العملاء يقول لك التطبيق محتاج تعديل، حدث التطبيق. يا سيدي والله محدثه. المهم بقى يكون حظك حلو لما تكلم خدمة العملاء وتقع في يد موظف فاهم ويحل لك المشكلة. المهم لسه بقول لها عن المشكلة وعدم استجابة التطبيق، ولقيتها بتقول لي تمام انا فاهم المشكلة، وبعت لك رابط في رسالة دلوقتي تدخل منه على التطبيق هيحل لك كل مشاكلك ويحقق لك كل احلامك. قفلت معاها وبجرب وكانت الصدمة، التطبيق فعلا بقى يستجيب لكل حاجة بعملها فورا. ادي الرسالة اللي بعتها لي، وبعتتها تقريبا 4 أو 5 مرات، وفيها الرابط اللي بدخل منه على تطبيق انا فودافون لما التطبيق يكون مهنج معايا او مش بيستجيب. تمام، لو دخلت على الرابط ده كده بالشكل ده بيقول لي هتفتحه من خلال المتصفح ولا من خلال انا فودافون، اقول له انا فودافون مره واحده. تمام، بيفتح معايا التطبيق بدون ادنى مشكله وبيعمل تحديث للتطبيق. تمام، تسجيل الدخول، فتح معايا التطبيق بدون ادنى مشكله. اجيب الدقيق اللي معايا، بيعد، تمام، كرة الفكة، الانترنت المنزلي، كل حاجة شغالة معايا تمام. المشكلة اللي كنت بعاني منها برضو بتاع القائمة البيضة، ان انا بدخل عليها بتستجيبش معايا، دلوقتي شغالة تمام. ادي الخدمات وادي القائمة البيضة، واجيب الاعدادات واعدل في الارقام واشيل ارقام واعمل كل اللي انا عايزه. في حاجة عايز اقولك عليها، طبعا الرابط ده انا هسيبه لك في الوصف اسفل الفيديو، بس في تعليق جاني على اليوتيوب. تمام، ادي التعليق، بعت له الرابط ده. لما دخل معاه من اليوتيوب ما فتحش معاه التطبيق اصلا، وانا جربت فعلا لقيته ما يفتحش التطبيق لما تفتح الرابط من اليوتيوب. انا ضغطت عليهم، تمام، شوف بيجيب لي الصفحه دي، لكن انا بالنسبه لي ما كنتش بدخل عليه من هنا ولا حتى بدخل عليه من الرسائل، لان الرسائل المبعوثه لي من فودافون بتبقى رسائل كتيره جدا، فباخد وقت على ما اوصل للرساله دي. فانا عملت حاجه ظريفه قوي، حطيتها على الواتساب، تمام، بيبقى مكان سهل ان انا اوصل له، ومجرد ما بضغط عليه بيقول لي هتفتح التطبيق من خلال متصفح ولا من خلال تطبيق انا فودافون. بصراحة انا مش عارف الفرق ايه ما بين الاتنين، لكن انا بقولك على تجربتي وشغالة معايا تمام بدون ادنى مشكلة. بعد ما اخدت الرابط ده، لو التطبيق مهنج معايا او مش بيستجيب معايا، مجرد ما بدخل على التطبيق من خلال الرابط كل المشاكل انتهت. اتمنى يكون فيديو النهاردة اضاف لك معلومة جديدة وحللك مشكلة تطبيق انا فودافون لو المشكلة اللي عندك زي المشكلة اللي عندي اللي انا كنت بعاني منها. التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.